حياكم الله أحبتي المشاهدين. تشكل أبراج الاتصالات مشكلة للسكان من خلال نصبها داخل المناطق السكنية، وتكون في أعلى البنايات سواء مدرسة أو رياض أطفال أو مؤسسة حكومية أو بناية لعمارة وتفاصيل كثيرة. لكن هذه الأبراج تسبب أضرار صحية يعني كصحة الإنسان، وأضرار للحيوان، وأضرار أيضا بيئية إذا كانت ضمن الضوابط والمحددات البيئية والموجودة وضمن المقاسات المحددة من قبل الجهات المختصة. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش هذا الموضوع المهم، وهل فعلا هناك أضرار سببها هذه الأبراج من خلال وجودها داخل مناطق سكنية؟ هل هناك قانون يحدد عمل هذه الأبراج؟ هل هناك ضوابط وهذه الأبراج ملتزمة بالضوابط الموجودة من خلال نصبها داخل المناطق السكنية في أعلى البنايات؟ هل هناك مراعاة للأمور الصحية وغيرها من التفاصيل حتى نحافظ على صحة الإنسان ونحافظ على البيئة؟ تفاصيل كثيرة أكيد سنخوض بها، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير ونرجع. مع زيادة عدد مستخدمي الهواتف النقالة وزيادة المنافسة بشكل كبير، تحرص شركات الاتصالات على توسيع خدماتها في كل زاوية من أركان المدن والقرى، وتعد أبراج الاتصالات اللي تقوم بنقل الإشارات لترددات الاتصال عبر شبكات الهواتف المحمولة مصدر من مصادر الإشعاع اللي قد يسبب الإصابة بأنواع معينة من السرطان المرتبط بزيادة الحساسية الكهرومغناطيسية لبعض الأفراد. وحسب خبراء التقنية فإن المجالات الكهرومغناطيسية تشكل أحد أشكال الإشعاع الضار بالصحة العامة للإنسان والحيوان وبالبيئة بصفة عامة، لا سيما بعد انتشارها بشكل ملحوظ فوق الأبنية السكنية. وعلى الرغم من أن العديد من أطباء الأورام أكدوا بأن موجات الراديو غير المؤينة لا تسبب السرطان، إلا أن بعض الدراسات العلمية أثبتت العكس من ذلك تماماً، وأشارت إلى أن التعرض لهذه الموجات المؤذية لمدة طويلة يضر بالتأكيد بصحتهم، لأن الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من أبراج الاتصالات لها القدرة على التفاعل مع خلايا الجسم وبالتالي ارتفاع درجة حرارة تلك الخلايا، وهذا ما ينطبق على التطور المستمر لتقنية الاتصال والتواصل، وهو ما يزيد من المخاطر. وحسب متخصصين ولإبعاد مظهر هذه الأبراج، فإن الضرورة تحتم بناء تلك الأبراج أو المحطات بمسافة لا تقل عن 500 متر على الأقل عن أي موقع سكني أو مدرسي، ولا بد من وضع تشريعات وقوانين تنظم بناء هذه الأبراج بما يضمن سلامة المواطنين وصحتهم، ولتجنيبهم الأذى في المستقبل من الآثار الصحية الجسيمة الناتجة عن أبراج التقوية. إذن أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير، يعد الهاتف المحمول من التقنيات الحديثة اللي انتشرت في العراق بعد عام 2003. ما كان هناك موجود الهاتف المحمول والنقال وكنا نستخدمه، لكن بعد 2003 بدأ ينتشر وبدأ إلى يكون أكو صدى واسع والمواطنين بدأت تستقبله، وأصبح هو جزء لا يتجزأ من المواطن العراقي، وتحديدا في الفترة الحالية وبعد انتشار الإنترنت وغيرها من التفاصيل. وكان هو شيء جدا ممتع، كان انه هو تقدر انه انت تتواصل قلل المسافات اللي موجودة، تقدر انه انت تتواصل مع الشخص اللي يعني يقرب لك، اذا كان بابعد نقطة تقدر توصله باتصال بمسج بمكالمة فيديو. يعني هذه التفاصيل هي جدا مهمة، واذا استخدمت بطريقة صحيحة وبصورة صحيحة هي تعود بالفائدة للمواطن بصورة كبيرة. لكن بعد ما بدأت تنتشر ينتشر موضوع الهاتف المحمول، بدأت شركات الاتصال تتدفق إلى العراق، وبدأت إنه وجدت إنه هناك أرضية مناسبة للاستثمار. انتشرت شركات الاتصال بصورة كبيرة وبدأت تتنافس حتى يضعون أبراجها في العراق وبالمناطق السكنية لكثرة استخدام الهاتف المحمول، وبطريقة إنه يكون هو يوفرون يعني رعاية للمواطنين، ويكون سهولة الاستخدام وسهولة استقبال الإشارات، ويكون هناك جودة بالاتصال من خلال وضع هذه الأبراج داخل المناطق السكنية والأحياء السكنية. لكن
المشكلة وين؟ المشكلة أنه هذه الأبراج وضعت بطريقة يعني وبصورة كبيرة انتشرت ووضعت في أعلى البنايات. يعني إحنا أي بناية نشاهدها نشوفها أنه موجود بها برج، سواء يعني مدرسة مثل ما ذكرت قبل قليل، أو تكون عمارة، أو يكون حتى مستشفى عليها برج، حتى أنه تكون مؤسسة حكومية، حتى روضة. يعني أصبحت شركات الاتصال تتجه للمنطقة وتشاهد انه وين موجود اعلى بنايه حتى ينصبون هذا البرج وينشئون برج يكون هو لصالح المواطن. لكن هناك اكيد محددات وهناك ضوابط ومحددات بيئيه موجوده، وهناك مقاسات مضبوطه بالتمام، وهناك فواصل تكون موجوده بين برج واخر من اجل انه تكون هناك يعني فوائد من خلال وجود هذه الأبراج، يكون هناك فوائد للمواطن. لأن إذا تم وضعها بصورة عشوائية وتم وضعها دون مراعاة هذه المحددات والضوابط، راح يكون لها أضرار ويكون ضرر جدا كبير أكثر من نفع هذه الأبراج. مثل ما ذكرت أنه هناك تنافس شديد، ونشاهد أنه في بغداد تحديدا دائما ما يكون هناك الاتصال جدا ممتاز، لان بسبب انه جميع الشركات تكون متواجده في العاصمه. عندما ننتقل من بغداد الى اي محافظه اثناء وجودنا بالطرق الخارجيه، راح يكون هناك دائما ما نعاني من مشكله الاتصال، نقول الشبكه ما موجوده، او الشبكه راحت، او ضعف بالشبكه والاتصال. فنشاهد انه هناك تكون الاتصالات جدا رديئه بسبب عدم وجود أبراج بكثرة مثل ما موجودة بالأحياء السكنية. فنشاهد أنه يكون ضعف هناك بالإرسال وهناك بالاتصال يعني الشبكة. بالتالي من ننتقل إلى أي محافظة أيضا، نشاهد هناك بعض الشركات ما يكون الاتصال بها أيضا جيد، بسبب أنه كل محافظة نوعا ما مختصة بشبكة معينة واللي تكون مناسبة إلها، عكس بغداد. بغداد مثل ما ذكرنا هي العاصمة، مجتمعة بها كل الشركات، وأيضا موجودة الأبراج بكثرة، سواء أبراج الاتصال أو أبراج الأنترنت نشاهدها موجودة بكثرة. لكن مثل ما ذكرنا هذه الأبراج إذا وجدت بكثرة بدون ضوابط راح يكون لها أضرار كبيرة. على الرغم من الإيجابيات اللي توفرها هذه الوسائل الحديثة في الاتصال، لكن هناك ظهرت مخاوف كثيرة لدى المواطنين من كثرة تواجد هذه الأبراج، لأن هذه الأبراج لها مخاطر كثيرة بسبب الإشعاعات المنبعثة من عندها والترددات الموجودة، بالتالي راح تسبب مشاكل صحية للمواطنين. طبعا هناك دراسة حديثة من مراكز عالمية طبية علمية أنه ذكرت هناك مخاطر تسببها هذه الأبراج إذا كانت فوق يعني بنايات تكون هي سكنية، راح تأثر على السكان الموجودين داخل هذه البناية، وبالتالي إذا كانت أيضا قريبة من مدرسة أو قريبة من روضة، أو يعني هذه الأمور اللي تكون هي بها اكتظاظ سكاني، بالتالي هذه الإشعاعات المنبعثة من هذه الأبراج الكهرومغناطيسية راح تكون لها مضار كبيرة على صحة الإنسان. بعض الأحيان نشاهد هناك أنه تسبب مشاكل، كأن يكون هناك سرطان، أو يكون صداع أو توتر أو قلق أو مشاكل بالغدة الدرقية، وتفاصيل كثيرة وكثيرة تسببها هذه الأبراج بحسب دراسات عديدة وأبحاث عديدة أجريت على هذه الأبراج ودراستها بصورة دقيقة. طبعا تضاربت الآراء وكانت هناك آراء مختلفة وهناك دراسات مختلفة، لكن المتعارف عليه هو الأكثر كان صدى واسع هو أنه لهذه الأبراج مضار عديدة، لأن هذه الأشعاعات وتحديدا إذا كان شخص عنده تكون مثلا حساسية كهرومغناطيسية تكون عنده جدا عالية، بالتالي راح تسبب له مشاكل ويكون أكثر ضررا. وإحنا نعرف البنايات السكنية أو الأطفال أو دائما الدور الموجودة، نشوف أنه كل بيت بي يعني شخص سواء بأمراض مزمنة، مريض ربو أو سكر، أو هو مريض يعني بمشكلة، أو يعني الأطفال يكونون هم أيضا مريضين، هذه كلها أو وجود امرأة حامل، يعني هذه كلها
تؤثر على المواطن وتؤثر على الفرد نفسه. بالتالي احنا محتاجين شنو؟ محتاجين انه ندقق في هذه الابراج، نشوف انه تواجدها واعدادها هل هي صحيحه، هل هي ضمن المقاسات العالميه، هل لان هذه الابراج ضروري جدا تكون هناك مسافات بين برج واخر، وضروري جدا انه تكون ضمن ضوابط معينه، تحديدا اذا كانت هذه الابراج هي تحملت يعني فوق طاقتها وفوق قدرتها، اكيد راح تكون مضارها اكثر واكثر. بالتالي احنا محتاجين انه تكون هناك متابعه ومراقبه اولا صحيه، احنا محتاجين الجهات والفرق الصحيه انه تكون تعمل دورات تفتيشيه، وتحديدا على البنايات اللي موجود بها هذه الابراج يكون هناك كشف صحي، يكون هناك دراسه لهذا الموضوع فعلا هي لها تاثير، هل هي مؤثره على هذه السكان الموجودين، هل هي بها مضار صحيه. احنا محتاجين تكون هناك فرق مشتركه سواء البيئه والصحه والجهات المختصه حتى ندقق بحقيقة هذا الموضوع، وبالتالي محتاجين انه نشوف انه هناك دائما ما تكون شركات هي مو ضمن النطاق الصحيح، وتكون هي وضع ابراجها بطريقه عشوائيه، راح نناقش الموضوع تباعا. لكن الان نسال السؤال الاصح، والمواطن دائما تدور في اذهانه هذه التساؤلات، وهل يقول لك والله انا من اجى خلى البرج بداية أنا أفرح، لكن هل هذا الموضوع هو مضر إلي؟ وتخبطت الآراء، ويعني كانت هناك آراء مختلفة مثل ما ذكرنا، لكن نريد نعرف في العراق، وهذه دراسات عالمية موجودة، لكن في العراق نريد نعرف من أصحاب الاختصاص هل فعلاً لهذه الأبراج سواء الاتصالات أو الإنترنت، لأن حتى الإنترنت الآن منتشرة بصورة كبيرة، هل لها مضار فعلا وتأثر على صحة الإنسان؟ هل فعلا هذه الدراسات هي مثبتة وحقيقية؟ هل هذه الأمور هي دائما ما تكون يعني مضرة، وهناك دراسات وكشوفات من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية من أجل أنه يأمنون هذا الموضوع ويكون هو بصالح المواطن؟ نشوف الجواب، احنا وياكم راجعين. ظهرت هذه المخاوف بشكل كبير بالسوشيال ميديا، المواقع الاجتماعية، وكذلك بين أحاديث الأصدقاء، عندما ظهر النية أنه نستخدم 5G. 5G معناته الجيل الخامس من الواي فاي، من الإنترنت. والجيل الخامس ظهر بالعالم في 2019، بس قبله هو يستخدم، يعني الجيل الخامس يستخدم ترددات جديدة عن الموبايل الاعتيادي، أو الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع اللي هي 4G وال 4.5G. الآن يستخدم ما نسميه electromagnetic fields، اللي هو حقول الكهرومغناطيسية. والحقول الكهرومغناطيسية هاي كانت تستخدم بالمسح الأمني، أجهزة المسح الأمني بالمطارات أو عندما يدخلون للدوائر أيام زمان، وكذلك تستخدمها المايكروويف، تستخدمها الباور لاينز اللي هي الخطوط الضغط العالي اللي ينقل بها الكهرباء، نستخدمها بالكمبيوترات. فإذا هي موجودة، كانت مو جديدة علينا، لكن عندما نستخدمها بالإنترنت الجيل الخامس معناته راد عدد كبير من الناس من الموبايل راح يستخدموها. وطبعا هذا الاستخدام للكمبيوترات مالتنا أجهزة عديدة من عندها راح تستخدمها، وبالتالي التعرض لها راح يكون شيء كبير. بداية 2017 قبل ما يظهر الجيل الخامس توقعاته، ب 2017 قالوا انه سوينا تسخين للأنسجة الجسم، وتسخين للأنسجة الجسم معناته قد تأذي الجسم أو تقضي الدماغ بصورة عامة. وبعدين ورا ما طلعت بال 2021 قالت ممكن أنه الأنسجة اللي تمتص الكهرومغناطيسية، موجات الكهرومغناطيسية، ممكن أن تكون تصير أكبر نتيجة أنه التسخين وغيرها المتكرر. وبعدين قسم العفو قالوا ممكن تأثر على
الوظيفة المعرفية للدماغ الإنسان. لكنه كل الدراسات التي حصلت بالعالم لم تثبت هذا الموضوع. وقسم قالوا أنه إذا تعرض الإنسان إلها لا أكثر من 90 دقيقة باليوم ممكن أن يشتت انتباهه، ولكن هذه لم تثبت بالدراسات. المنظمة العالمية للبحوث السرطانية يسموها أيراك ب 2011 اعتبرت الجي 5 هو كارسينوجينيك، لكنه بالدراسات لم تثبت هذه الأمور. الـ WHO اللي هي منظمة الصحة العالمية ما اعتبرتها كارسينوجينيك، وبقوا بس الأيراك اللي هي المنظمة العالمية لبحوث السرطان. بعض الدراسات قالت أنه أثر على الحيوانات اللي هي مثل سنيلز اللي هو الحلزون اللي هو الضفادع، لكنه كل هذه لم تثبت أكو أضرار سرطانية أو أضرار صحية على جسم الإنسان من هذه الموجات، سواء باستخدام الموبايل أو وجود الأبراج للموبايل في المدن أو على سطوح البنايات. طلعت أساطير حول الجي 5 أنه ممكن أنه هذا لقاح الكوفيد بشيبس مال الجي 5، وقالوا أنه نشر لنا يعني الكوفيد، وقسم قالوا أنه الصداع وغيره، لكنه كلها لم تثبت بهذه الأشياء. أكو هناك كونترافيرسي، أي تناقضات بين ما تقول الأيراك وما تقول اللي هو المنظمة العالمية لبحوث السرطان وما تقول منظمة الصحة العالمية في هذا الموضوع. والحقيقة اللي أثار هذا الموضوع عالم سويدي اسمه هاردل، اللي هو اختصاصه بالأمراض السرطانية، وتبين أنه لهم يعني الناس اللي قالوا أكو سرطان لهم علاقات بالشركات وبغيره. أحب أن أنا تحدثت ما موجود بالعلم، ما موجود بالبحوث، وما موجود لا توجد هناك أي دليل مادي على أنه هناك أضرار صحية لهذه الموجودة. طبعا المغريات اللي تقدمها شركات الاتصالات من خلال وضع برجهم انه يقدمون مثلا تكون اغراءات ماديه او تكون كهرباء او تكون انترنت مجانا، هذه الامور جعلت المواطن السابق وتحديدا اصحاب البنايات العاليه يتسابقون على موضوع انه وضع البرج فوق بنايتهم، لان هذا راح يعيدهم بالنفع وبالفائده. لكن بعد ما كانت هذه المغريات هي جدا انه تجذب المواطن، استفحلت ظاهره الابراج وانتشرت بصوره كبيره، وانت يعني تقدر تشاهد هذا البرج انت وين ما موجود، شاهد كل بنايه بيها برج وكل مكان بيه برج بسبب هذه الامور. لكن المواطن دون علمه انه هذه الابراج بتواجدها فوق بنايتك مهما كانت هذه المغريات موجودة ومهما كانت جدا انت مستمتع بها ومناسبة لك، لكن بها مضار، وهذه المضار جدا مضرة على عائلتك وعلى البناية وعلى السكان الموجودين بها وحتى الناس الدائر مدائرك. دائما ما احنا في بغداد تحديدا مناطق تكون اغلبيتها مناطق شعبية، مناطق بها كثافة سكانية جدا عالية، ونشاهد انه هذه الكثافة السكانية وهذه المناطق الشعبية يعني تكون هي فقيرة نوعا ما، وتكون بها جميع الفئات وطبقات المجتمع، وتكون المريض يعني مشاكل صحية، وتكون او يعاني منعاها مرضية، تفاصيل كثيرة، وهي جدا هي مضرة إلى. بالتالي تكون هذه الأبراج، هذه المغريات ما راح تفيدك فيما بعد. بعض المواطنين انتبهوا لهذه النقطة وبدأوا إنه يقدمون شكاوى للبيئة ومديرات البيئة، بسبب إنه مديرات البيئة هي المسؤولة عن موضوع منح موافقة لهذه الأبراج إنه تنصب في أعلى البنايات والعمارات. بالتالي مديرات البيئة هي دائما ما تقوم بعمل جدا مهم، هي انه من يجي صاحب البرج يقدم على انه هو محتاج انه ينصب برج بكذا مكان، يجب انه يكون هناك دراسة يقدمها لمديرات البيئة، وتكون عن الموقع وعن مدى متانته وعن الاثر البيئي، وهل هو يستحمل، هل هو يعني مناسب لانشاء هذا البرج ونصب هذا البرج، لان احنا نعرف البرج هو يكون بالطاقة
يعني قدرة جدا عالية، بالتالي محتاج أرضية مناسبة، محتاج بنية تحتية تكون جدا قوية، لأن هذه كلها أمور يعني مدروسة بدقة. بالتالي مديرات البيئة دائما ما تدرس وتبحث هذا الموضوع، وفي حال أنه تواجد أنه بعض الشبكات أو أصحاب الأبراج ينصبون هذه الأبراج بطريقة عشوائية وتواجدها نوعا ما نشاهد دائما ما يكون هناك شواذ، بالتالي أنه وجودها يكون بطريق عشوائي وبأمور تكون هي نوعا ما يعني خارج القانون من أجل أن ينصبون هذا البرج وتتقدم لهم تسهيلات. لكن هناك متابعة من قبل المديريات البيئة من ناحية هذا الموضوع، ونوعا ما تم توجيه إنذار لبعض الأبراج من أجل أنه يا أما يكون هناك إزالة لهذا البرج لأن هو غير صالح ومكانه غير صالح وإلى مضار بيئية كبيرة، أو أنه تكون تتوجه لهم عقوبة وتفاصيل كثيرة. لكن نريد نعرف إحنا وياكم الآن المضار البيئية الحقيقية اللي ممكن يسببها هذا البرج، لأن بعض المواطنين يكونون دون علم، مثل ما ذكرنا هذه المغريات ممكن أنه تخلي في بالهم أن هذا الموضوع ما موجود أنه هناك مضار. بالتالي تعالوا إحنا وياكم نعرف ما هي المضار البيئية اللي تسببها هذه الأبراج، وهل هناك فعلا متابعة حقيقية من مديرات البيئة على موضوع الأبراج والتزام هؤلاء أصحاب الأبراج بالارتفاعات وبالأثر البيئي ودراسة الموقع وتفاصيل كثيرة. نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. قد تسبب الأشعة غير المؤينة الناتجة من أبراج الهواتف النقالة وأبراج الاتصالات بشكل عام زيادة في الإصابة بالحالات السرطانية في حالة عدم حصولها على الموافقات البيئية وعدم مطابقتها للمحددات البيئية المنصوص عليها في تعليمات رقم 1 لعام 2010 وتعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الناتجة عن أبراج الاتصالات، وأن وزارة البيئة مستمرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وفق القانون الذي يلزم شركات الهاتف النقال بعدم نصب أي أبراج دون الحصول على الموافقات البيئية. كما من المعروف أنه نفس هذه الشركات شركات الهاتف النقال في بلدان أخرى تلتزم بالقوانين والضوابط البيئية في تلك البلدان التي تعمل فيها، إلا أن بعضها يتجاهل الضوابط والمحددات المعتمدة في العراق. وزارة البيئة بالتأكيد تجدد دائما موقفها الحازم تجاه صحة وسلامة المواطن العراقي، وتعلن عن استعدادها تزويد المحاكم المختصة وإبداء الخبرة بالدعاوى القضائية التي يرفعها المواطنون ضد أبراج الهاتف النقال المخالفة للضوابط البيئية. أن الأبراج المنصوبة في المناطق السكنية من قبل هيئة الإعلام والاتصالات تحصل على الموافقة من هيئة الإعلام والاتصالات، بعد ذلك يتم الحصول على الموافقة البيئية من مديريات البيئة في بغداد والمحافظات بعد استيفاء الشروط البيئية والمتطلبات الفنية والموقعية الواردة في تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة الصادرة عن أبراج الهاتف النقال. يتم اتخاذ الإجراءات القانونية إنذار، غرامة أو غلق بحق الأبراج المخالفة تعليمات الوقاية من الأشعة غير المؤينة اللي قلنا هي رقم 1 لسنة 2010، وتتم أعمال الرقابة والمتابعة الدورية بإجراء الكشوفات الميدانية والاستجابة للشكاوى من قبل المختصين في مديريات البيئة في بغداد والمحافظات. وفيما يخص أبراج الإنترنت فيتم اعتماد المادة رقم 79 من تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشاريع وسلامة تنفيذها رقم 3 لسنة 2011، والتي تنص يعتمد تقرير تقدير الأثر البيئي المنصوص عليه في المادة 10 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 سنة 2009 أساسا في التعامل مع مواقع المشاريع التي لم ينص عليها في هذه التعليمات. المنظمات أكدت والمراكز العلمية والصحية في جميع دول العالم أكدت أنه عندما يتم إنشاء أو نصب برج يجب أن يكون هناك محددات اللي هي يبعد هذا البرج عن أي مبنى سكني أو مدرسي 500 متر، وهذا ضمن المحددات العالمية. وإحنا نلاحظ أنه
أغلب دول العالم نلاحظ أنه ماكو على بناية سكنية موجود برج، أو فوق مدرسة موجود برج لاتصالات، أو فوق مستشفى موجود برج. هذه أمور هي خارجة عن القانون وخارجة عن الضوابط الموجودة وخارجة عن الأمور اللي هي تكون بصالح المواطن، لأن دول العالم دائما ما يهتمون على موضوع الاهتمام بصحة المواطن والاهتمام بالبيئة، وهذه أمور جدا يراعوها بأي عمل، مو فقط بالأبراج، نتحدث بصورة عامة، أي شيء يكون هو بمضرة للمواطن يكون إلى دراسة معينة وخاصة وتجري أبحاث ودراسات من أجل أنه يكون شيء مناسب للمواطن وليس مضر إليه. بالتالي لهذا الأبحاث أكدت أنه يجب أن يبعد هذه المسافة بسبب هذه المضار، سواء كانت هذه المضار وهذه الأضرار الصحية والبيئية هي حقيقية أم غير حقيقية. بالتالي حفاظاً على المواطن وحفاظاً على البيئة وحفاظاً على البنية التحتية يجب أن تكون هذه الضوابط وتكون هذه المراعاة بكل الأماكن والمناطق، سواء كانت سكنية وسواء كانت مكتظة بالسكان، سواء كانت هي دولة جداً يعني لها صداها أو كانت هي دولة فقيرة. بالتالي جميع دول العالم ملتزمة بهذه الضوابط، لهذا يجب أن تكون هناك قوانين وهناك تشريعات وهناك عقوبات، تكون هذه عقوبة صارمة لكل من يخالف هذه الضوابط العالمية، وتكون هي يعني ما موجودة أو ما مدروسة بطريقة صحيحة وبصورة صحيحة. لهذا المشرع العراقي عمد على إنشاء يكون هناك قانون يحدد عمل هذه الشركات، وبالتالي تنظم عمل هذه الشركات. وهناك قانون رقم 1 لسنة 2010 طبعا هو الخاص بالحماية من الأشعة غير المؤينة الصادرة من الهواتف، بالتالي يجب أنه إحنا نلتزم بها. فهنا دائما ما تكون هناك المواطن يطمح للكثير والكثير، إحنا محتاجين أنه المواطن يقدر مثلا إذا كانت هذه الشركة أو نسبة مثلا برج بدون علمه، أو إذا كان هذا الشخص هو ما راضي أو يقول لك أنا والله جبت موافقة بيئية أو موافقة من الصحة أو إلى ما إلى آخره، أقدر أنا أنصب هذا. يقدر المواطن يشتكي، يقدر يعترض، هناك حماية للمواطن، يعني إحنا نعرف إنه هناك حماية من هذه الأشعة الكهرومغناطيسية وهناك حماية من الأشعة غير مؤينة. بالتالي يقدر المواطن يشتكي، هناك قانون يعني عراقي يحدد هذه الأمور، فبالتالي نريد نعرف جواب إحنا لكم من أصحاب الاختصاص. نشوف الجواب وراجعين. حسب السؤال عن من المسؤول عن وجود الأبراج وكيفية القضاء على الأبراج الموجودة داخل المدن السكنية، نود أن نوضح هذا الجانب، لكن لابد أن نتعرف أولا على موضوع تعريف أبراج الاتصالات ومدى تأثيرها. عرف المشرع العراقي البرج البث بأنه منشأ شبكي أو أحادي مثبت على قاعدة أرضية قائمة بذاتها أو مسند بحبال، ويثبت فيها على أجهزة بث أو استقبال الترددات اللاسلكية، ويكون بارتفاعات مختلفة حسب نص المادة 1 الفقرة الثانية على ألف من تعليمات منح الموافقة البيئية لإنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني رقم 2 لسنة 2011. ورغم أهمية وجود الهاتف النقال إلا أنه يتطلب وجود قواعد قانونية لحماية الأشخاص من الضرر وتعويضهم عما أصابهم من ضرر هذه الأبراج، لترتب مسؤولية مدنية ناشئة عن أبراج الشركات، لتأكيد الأبحاث العلمية أن الإشعاعات الصادرة من أبراج الاتصالات للهواتف النقالة قد تسبب حصول ضرر على الأشخاص الساكنين بالقرب منها، إذ أن الزيادة في الإشعاعات تحدث أمراضا صحية خطيرة للساكنين في دائرة البث. وقد صدرت العديد من القوانين في يعني مجلس النواب، آخرها كان هو قانون رقم 1 لسنة 2010 الخاص بالوقاية من الأشعة الغير المؤينة
الصادرة من منظومات الهاتف المحمول، وكذلك المادة 231 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951، حيث نصت هذه المادة: كل من كان تحت تصرفه آلات ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها يكون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت أنه اتخذ الحيطة الكافية لمنع وقوع هذا الضرر، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة. كما أن التلوث الكهرومغناطيسي الذي ينبعث منها يستوجب أيضا تحديد طبيعة قانونية لهذه الأبراج، أبراج الاتصالات، ليتسنى للمتضرر المطالبة بالتعويض عن ما لحق به من ضرر نتيجة تعرضه للأشعة الكهرومغناطيسية، خصوصا وأن الآثار الناتجة عن هذه الأشعة لا تظهر فورا وغير مرئية، مما يسبب أنه هناك تأخر في التشريعات الخاصة في تحديد نسبة الضرر على المتضررين منها، خاصة السكان الذي يعيشون تحت تأثير منطقة البث أو في دائرة البث. وقد صدرت عدة قوانين كما ذكرنا تحدد هذه الأشعة، محددات لهذه الأشعة، لكن لم يصدر قانون لتحديد آثار الضرر الناجم عن الأشعة الكهرومغناطيسية والتلوث البيئي الناتج عنها. إذن مشاهدينا الأكرم، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب أن نركز بعض النقاط المهمة التي وصلنا لها بنهاية الحلقة. أولا، يجب أن يكون هناك قانون وعقوبة صارمة وحقيقية لكل من يخالف من أصحاب الشركات الاتصال والإنترنت وأبراج الإنترنت، كل من يخالف التعليمات العالمية والضوابط والمحددات والمقاسات العالمية يجب أن تكون هناك عقوبة صارمة حتى نقدر أن نوقف هذا الموضوع عن حد. ثانيا، يجب على وزارة الصحة أن تقوم بدورات تفتيشية ومتابعة حقيقية ودورية للأبراج وكذلك للسكان السكان الموجودين بالمناطق التي تتواجد بها والبنايات التي تتواجد بها الأبراج، من أجل أنه حماية المواطن، وأيضا نسوي فحوصات طبية حتى نحافظ على صحة المواطنين ونأمن سلامتهم. وثالثا وأخيرا، على مديريات البيئة أيضا تعمل على دورات تفتيشية حقيقية من أجل أنه تشوف أنه هل هم ملتزمين بالضوابط وبأثر البيئي وبالدراسة الحقيقية أم لا، لأن هناك بعض الأبراج يكونون هما خارج النطاق الصحيح ويكونون بطريقة عشوائية، فمحتاجين أن الجهات المعنية جميعها تتحد وتكون إيد واحدة من أجل الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على البيئة. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة. إلى اللقاء.